السلام عليكم. إن شاء الله بهذا الفيديو راح يكون فيه تعديل مهم 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 جدا للفيديو السابق. يعني الفيديو السابق أنت بتقدر إنك ما تحضره، طبعا أنا ما راح أحذفه لأنه فيه كان كثير ملاحظات، بس راح يكون هذا تعديل شامل للأسف. كان في مشكلة برمجية وانتبهت عليها الحمد لله بآخر لحظة. المشكلة كانت إنه أنا بتذكر لما عملنا define load patterns عرفنا did و live و super did، تمام، ورحنا عملنا load cases كان فيها did و live و super did، تمام، ورحنا على load combinations، رحنا على ultimate مثلا عرفنا did و live و super did. هسا لاحظت شغلي أنا لما جيت بدي، يعني قبل ما أصور الفيديو اللي كنت ناوي أصوره أو أنا بصور فيه، يعني كنت بصمم بالبيمات، كان المفروض أنه نبلش تصميم البيمات. لاحظت أنه تصميم البيمات أعطاني قيم كثير قليلة، لاحظت أنه ما كان في سوبر ديد أصلا. يعني أنا لما بالفيديو السابق لما صممت السلاب كان كأنه ما في سوبر ديد، يعني أنا زي كان صممت بس على اللايف لود وعلى وزن البيم، على وزن السقف، فبالتالي كانت كل النتائج بالفيديو السابق كانت خاطئة. خاطئة مش مني، البرنامج فيه مشكلة كانت بسيطة انه مسح السوبر لود، كيف ما بعرف. فانت في حال واجهتك هاي المشكلة انت بتعمل كالتالي. بس احنا عملنا رن، تمام، خليه يعمل رن سريع. انا شايل لود كيسز لانه مشيك ديفليكشن، يعني ما اثر على الديفليكشن كثير لما هاي، لانه اصلا ما اثر عليها بكل بساطة. المهم هاي المخطط، بس بعمل ديزاين ستريب. هسا اللي صار عندي كالتالي، انا كنت زي اللي بتحكي بتشوف الفورس على البيم، تمام، فانا حطيت ميجر مومنت، انا لاحظت هاي القيمة انها 60، تمام. هسا انا كمان كنت برضو بجهز على الايتابس انه نبلش خلاص ننتقل الايتابس عشان نصمم الكولومز. لاحظت برضو انه الايتابس اعطاني قيمة البيم هذا 170، هنا كم؟ 162، ما في فرق كثير. واصلا انا هون صار في تغييرات، يعني انا ان شاء الله راح احكيها كلها، يعني كانوا بعاد عن بعض. فبحثت بالمشكله واكتشفت انه ما في سوبر ديد لود. كيف عرفت؟ رحت هون، رحت على اللود كيس، حكيت بدي المومنت اللي جاي من الديد لحاله كم طلع لي اياه، سالب 42، حطيته على جنب. بعدين قلت بدي اللود اللي من اللايف لحاله طلع لي سالب 8، حطيته على جنب. بعدين طلعت اللود، كان في عندي هون سوبر ديد لود وسوبر ديد لود 1. سوبر ديد لود كانت عبارة عن صفر، وسوبر ديد لود 1 هي اللي أنا معرفها. فأنا هذا كانت المشكلة، إنه فجأة انضافت لي سوبر ديد زيادة ما بعرف شو هي، خربت كل الشغل. وبرضه رحت على السوبر ديد لود اللي أنا هسه هاي الصحيحة سالب 81. شو عملت؟ عملت بعدين عادي جمعتهم جمع عادي، 1.2 في ديد زائد 1.2 في سوبر ديد زائد 1.6 في لايف، فطلع معي نفس الناتج اللي على الايتابس، معي نفس الناتج اللي على الايتابس. فبالتالي بستنتج انه كان قيم الايتابس هي الصحيحه والسيف هي فيها خلل. فبالتالي برضه لما رحت على الديزاين ستريب فورس لاير اي من اللود كومبينيشن التيميت، تغيروا معي القيم للاسف عن الفيديو السابق. بتلاحظوا الفيديو السابق كانت القيم هنا كانه 22 وهنا كانت سالب 40، فبالتالي هنا صارت سالب 71 أو سالب 76 والماكسيمم 37. فبالتالي أنا هون راح يتغير معي التسليح كامل، راح يتغير معي التسليح كامل، وبرضه راح يتغير معي البانشينج شير. إذا بتلاحظ إنه عندك هون بانشينج شير 1.3 1.1 1.0، يعني هاي فاشلة بشكل بسيط صغير. فبالتالي بستنتج إنه أنا البانشينج شير برضه عندي خلل، فبالتالي بدي أضبط مشكلة البانشينج شير، بدي أضبط مشكلة البانشينج شير. فبالتالي إحنا بنفك الحل. طبعًا أنا كمان شو اسمه السلاب صارت 20 سنتي مش 18، أنا عدلتها، عملت لها إيديت بس، يعني زي هيك عملت موديفاي خليتها 20 سنتي. فهذا كمان يعني لما صارت 20 سنتي برضو ما حققت. فبالتالي هسه بدنا نحل مشكلة البانشينج شير بأكثر من طريقة، وبدنا نحل كمان مشكلة التسليح. يعني هسه هذا الفيديو راح يكون، إذا بتلاحظ هون احنا آخر شيء وصلنا هون هاي القيم كلها تغيرت، يعني هاي السمري 18 سنتي، لا
صارت 20 سم. فنحن عادي يعني، احنا معنا لحد 30، اكثر من 30 ممنوع، اكثر من 30 ممنوع. طبعا هاي انضافت، هسه نحكي عنها، هاي البيسك مش والسوالف هاي كلها راحت. خطأ من البرمجية بصراحة، انا والله لو انتبه عليها ما كان صار هيك. نفرض انه هاي القيمة صحيحة، مش نغير اشي. البانشنج مش سيف طبعا، هي كانت ملاحظة يعني. فاحنا هسه بدنا نبلش، بدنا اول شغلة كمان بدي احكي ملاحظة، انه احنا هاي البيمات لو اعمل هون صح، اعمل section property، بلاحظ انه هذول دروب بيم. انا اخطأت بتعريفهم دروب بيم، عادي اعرفهم دروب بيم عادي، بس انا المفروض انه كونه مبنى سكني انه اعمل هذول هيدن بيم، اعمل هذول هيدن بيم. فانا شو بدي اعمل؟ بدي اعمل select properties بيم properties النوع اللي نوعه دروب بيم، وللاسف بدي اغير نوعه لبيم properties جديدة، واللي هي بدها تكون عبارة عن هيدن بيم، هيدن بيم جسر ساقط. والجسر الساقط بالعادة سماكته زي سماكة السلاب، بس ارتفاع عرضه بيكون عبارة عن تقريبا من 50 لـ100. فإحنا مثلا نفرضه 60، نفرضه 60، فبالتالي عرضه صار 60 وارتفاعه صار 200. فإحنا هيك غيرنا البيم، فهيك البيمات هاي صارت عبارة عن هيدن بيم. ولاحظ سماكتها كيف بتيجي معك، طلع كيف يكون إشي كثير كبير، إشي كثير اكبر. فهيك اول شيء عملناه صار تعديل، تعديل عن ال، نكتب هون بس ملاحظة، تعديل عن الفيديوهات السابقة، يعني الفيديو رقم 16 بالذات. اولا تغيير سماكة السقف الى 20 سم، من ثم ثانيا تغيير بيمز جسور كاميرات الى كاميرات مخفية عرضها 60 وارتفاعها 20 سم. ثالثا سوف يتم اضافة تونلز و جايز ريبار او تدبلز. لا احنا خلينا تدبلز ريبار. تمام، هذا التعديل اللي حدث عندي بالفيديو، هذا راح يصير عندي بهذا الفيديو التعديلات. وزي ما برجع بكرر انه خطا مش مني للأمانة، أنا ما كنت مركز كثير، بس الخطأ ما أثر علي كثير بالحل. تمام، نتأكد من السلاب إنه عليها الأحمال، عليها الأحمال لايف وسوبر ديد. تمام، نتأكد من الجسور، الجسر واحد كافي، عليه لود 14، أموري تمام. هسا الأحمال كلها تمام وكل شيء أموره تمام. هسا بدي أعمل رن، بدي أعمل رن، تتفقد هسه انا اصلا كان في بنشنج شير عندي بالعمود هذا، تتفقد انه الهيدن بيم هذا هل انه حل المشكله ولا لا. طبعا الدروب بانل بتخفف الديفليكشن، وبرضه بتسمح لك انك تقلل السماكه. فبالتالي انا لما اضيف دروب بانل بتغير عندي المانيوال اللي استغلته اول شيء. خلينا نشيك على البنشنج شير، البنشنج شير ما تغير عنا. فبالتالي انا بلاحظ انه العمود هذا والعمود هذا والعمود هذا مش محقق هذا البنشنج. تمام، الان بدنا نبلش نحل المشكله بالاعمده هذول. كيف بنحلها؟ طبعا كالعاده بنفك الحل. واحنا مين الاعمده اللي مش مشيكه عنا؟ خلينا نتاكد منهم كلهم. هذا 0.97 عادي أموره تمام، هذا 1.3 أموره مش تمام، 1.0 مش تمام، 1.1 مش تمام. فبالتالي اللي هم الأعمدة هاد وهاد وهاد. تمام، شو بنعمل؟ بنفك الحل. هسا أنا ناوي إني أعمل دروب بانل، أعمل دروب بانل بإحدى الأعمدة. شو بعمل؟ بروح بعرف سلاب بروبرتي، أد نيو بروبرتيز، نوعها دروب، نوعها دروب. ايش مثلا؟ دروب بانل، خلاص بعرف ايش قديش تاخذ تبعها تبعتني. بحط نوعها دروب
والسماكه. هسه السماكه احنا بدنا نجيب السماكه كيف؟ انا جبت لكم اياها من الكود. الكود بقول لك يجب ان تلبي البلاطه المسقطه الموجوده في البلاطات الغير مسبقه للاجهاد اللي هي نفس الفلات سلاب يعني، حيث تقلل السماكه حسب المعادله دول. اول شيء الدروب لازم يكون سماكتها مينيمم ربع سماكه البلاطه. كيف يعني؟ قديش سماكة السلاب عندي؟ 20. بالتالي أنا قديش سماكة الدروب اللي بدها تكون؟ بديها تكون لو نفتح الكالكوليتر سماكتها 20 لو قسمتها على 4 5. أنا سماكتها مينيمم 5 سنتي، بالتالي قديش أصمم على المينيمم؟ أصمم على مثلا رينج معين يعني 10 سنتي، ضعف المينيمم، النص بالنص يعني 10 سنتي. تمام؟ بالتالي بحكي انه سماكتها 10 سنتي. انا هون بالسيف لازم اعمل زيد لسماكه السلاب، يعني انا بحط سماكتها 300 معناها انه 200 ونازل 10 سنتي، نازل 10 سنتي. وشو نوعها؟ سي 30 معناته دروب بانل 10 سنتي. اوكي، بعدين شو بعمل؟ نتاكد اني عرفت انا بس دروب، تاكد دروب. شو بعمل هسه؟ هسه بروح وين؟ بروح على كولوم بروبرتي، بعرف عمود كولوم. تمام؟ او بعمل كوبي لهذول الاثنين للاعمده هاي، اد كوبي، بس بسمي ايش؟ وذ دروب، دروب كولوم وذ دروب، ابعاده 250 انكلود كريدت زون، بحط هون. هسه ايش نوع السلاب اللي بده يرتكز عليها؟ اسمها دروب بانل. هسه ابعاد الهاي، ابعاد الدروب بانل شو بدها تكون؟ تكون بكل بساطه هاي الكود برضو حكي لك اياها، يجب ان تمتد البلاطه المسقطه في كل اتجاه من خط المركز للركيزه لمسافه لا تقل عن سدس طول البحر سنتر للسنتر. كيف يعني؟ نروح احنا على مخطط الاوتوكاد، خليني بس افتح من الخط الاوتوكاد وارجع لك. تمام، هاي مخطط الاوتوكاد بقول لك ابعاد الدروب بانل. هسه بدي هذا العمود انا اللي كان فيه مشكله، راح تحكي لي تمام. بدي بقول لك بمسك المسافه من السنتر لأقرب ركيزة عليه. شو أقرب ركيزة عليه؟ أقرب إيش؟ أقرب عمود، أقرب عمود أو جدار. هاي المسافة كم؟ 3.25. تمام، والمسافة هاي اللي من هون لهون 4، وهاي. فشو بروح أعمل؟ بجمعهم كالكوليتر، بحكي 3.25 زائد 4.85 كامل 96. فالمينيمم للدروب بانل يكون بعدها 1.35. فانا قديش احط ابعادها؟ نقول 1500. فعلى الاكس، على الاكس بحط ايش؟ 1500، يعني انه بعدها 1500. طيب على الواي، على الواي بنفس الطريقه، بنروح على الاوتوكاد، بنروح بنحكي المسافه لاقرب ركيزه عليه. ايش اقرب ركيزه عليه؟ هيها هاي، او اللي جنبها هاي، هاي اقرب ركيزه عليه اللي هي 4.65، ومن الجهة الثانية أقرب ركيز عليه اللي هي هاي اللي هي 3.45، يعني تقريبا نفس الشيء. إذا بتلاحظ تقريبا نفس الشيء، بحطها إيش؟ برضو 1500. تمام، وبحط أوكي. إذا بدي تاج التيجان لها خصائص برضو لحالها، أنا ما راح أحكيها بصراحة، مش مهم، بحط أوكي. تمام، هذا كولوم وذا دروب. هسا شو بعمل؟ انا بدي احل هذا الكولوم، بدي احل مشكله هذا الكولوم خليني بس اخفي الديزاين ستريب بدون ما اشطبهم، طبعا في خيار اخفاء هون، خليني اخفي اشيل السلابه كمان عشان اخلي اعملي بس. هسه انا حكيت انه الكولوم هذا والكولوم هذا كانه والكولوم هذا فيهم مشاكل، انا نسيتهم صراحه، فيهم مشاكل. فشو بعمل؟ بظللهم. هسه مين ناوي احط له دروب بانل؟ انا ناوي احط لهاز ولهاز دروب بانل. ماشي، هسه هذا الدروب بانل تبعته ايش تتكون؟ احنا اخذنا عليها، انا عملت له سيلكت. تمام، بعمل اساين كولوم بريز داتا بروبرتيز، بروح بعمل له اساين نيو بروبرتيز. اوكي، هيك انا هسه لو اروح على ارجع هاي سلاب اللي هي الاريا، شوف لاحظ رسم لي دروب بانل قديش ابعادها، الابعاد اللي احنا حطيناها. تمام، هذول العمودين مش ناوي احل مشكلتهم بدروب بانل، حر انا، مع انه بقدر اعمل المسافه من هون لهون، المسافه من هون لهون، المسافه من هون لهون، المسافه من هون لهون،
من هون لهون تمام عادي بعمل دروب بانل بنفس الطريقه 500 1500 مثلا. انا مش ناوي احل مشكله هذا بدروب بانل. طب شو ناوي تحلهم؟ راح تقول لي، بقول لك ناوي احل مشكلتهم بالتايز ريبار. فشو بعمل انا؟ بضلل العمود هذا وبضلل العمود هذا تمام، بروح على خيار ديزاين بانشينج تشيك اوفر رايت، بخلي هذول زي ما هم. بعمل بحط الريفورسمنت الاو، يعني انت ناوي تعمل تسليح البانشينج شير في حال ما حقق، بقول لك فايش تحط له؟ شو بدك انت؟ ريبارتايز لنفس اللي شفتهم بالفيديو الماضي ولا ستدريلز؟ طب شو الستدريلز؟ هاي بتكون زي البراغي، زي هذول الطباعات. اكتب على جوجل ستدريلز بتطلع معك. احنا خلينا ريبارتايز. قديش الافواي؟ الافواي مش لازم تقل عن 350، فبالتالي انا بحط 420 اللي هو جريد 60. قديش القطر؟ افضل قطر بقول لك للتاير ريبار هو 12. طب والسبيسنج؟ السبيسنج انت بتختار تمام. السماكة 100، نقول 100 يعني بسوء التنفيذ انه كل 10 سنتي تكون واحدة. فيهم خيار أورثونال وراديال. الأورثونال هي تكون بشكل سداسي، الراديال بشكل مستقيم. انه كيف العمود؟ كيف يعني بشكل مستقيم؟ يعني شايف هذا العمود؟ هذا العمود يكون فيه عليه هنا مجموعة حديد، مجموعة حديد، مجموعة حديد، زي اللي شفناها بالصورة الماضية. الأورثونال بتكون بشكل هيك سداسي أو ثماني، اللي هو الأشكال. شو بعمل هسه؟ هسه خلص أموري تمام. شو بعمل؟ بعمل run، بعمل run. هاي قاعد بعمل run، نستنى عليه. طبعا انا متاكد الديفليكشن راح يقل معك لانه انت غيرت الدروب بانل، غيرت الدروب بانل. طبعا الدروب بانل كمان بتوفر تقلل المومنت ترى تمام. هسه شو بنعمل؟ بنروح على البنشنج شير. تعال شوف، لاحظ انه لما عملت دروب بانل صارت هاي القيمه 0.6، ولاحظ برضه هاي قلت، صارت 0.95، قلت عادي بتقل اكيد الدروب بانل بتفيد. هذا قال لك فيه 5 4 12 دي ات 100. معناته هذا صار فيه فشل بالبانشينج، بس احنا ما راح نشيله، لا احنا راح نحط له هذا الحديد بحيث ما يفشل. طب هذا العمود قال لك نت كالكوليتد. طب ليش ان سي نت كالكوليتد؟ ليش ان سي؟ في عندك احتمالين. الاحتمال الاول انه ما صار له بانشينج وهذا مستحيل لانه احنا قبل شوي شفنا انه عليه بانشينج. المشكله الثانيه انه انا ما بقدر احط عليه ستاد ريلز، او حقوق شروط الستاد ريلز ما بتزبط، معناته هذا العمود بديش احط له ستاد ريلز. فشو بعمل؟ هاي معناها شوف، هاي 5 4 12 دي. بدي اول شيء تعرف شو تقرا الات 100. هاي يعني كل 10 سنتي، هاي انا اخترتها. وال12 دي يعني الديميتر 12. ظلت الخمسة والأربعة. شو الخمسة وشو الأربعة؟ الأربعة يعني عدد الكنات بكل اتجاه، يعني انا بدي أربع كنات بكل اتجاه. طيب والخمسة؟ الخمسة انه عندي بدي حديد، حديد طولي مقداره 5 تمام. شو بتسوي؟ بتسوي كالتالي، تسوي كالتالي. بنروح على توكات افهمك شو معناها. احنا هذا العمود اللي بده ستاد ريلز، خلينا ناخذ له كوبي واعمل له هيك. هسه بعمل له اوفست، بعمل له اوفست بمقدار كم؟ دائما اول كانه، اول كانه بوديها 2، بوديها 2 اللي هي اقل بعد بالعمود. هاي نص 50 سنتي وهاي 20 سنتي، فبقى أول كان بتبعد 10 يعني عشرات. هاي أوفست عمل له بوينت 1 لبرا، وبعمل له برضه بوينت 1 بوينت 1 بوينت 1. هيك أنا زي كأني عملت كاني 2 3 4. طب والحديد الرئيسي؟ الحديد الرئيسي اللي هو الدوناتس، دوناتس بدي أحط 5. كيف بدي أوزع الخمسة؟ ببساطة لو حطيت هنا 2 أو حطيت بدك توزع 5، بينفعش 5، خليهم 6 يا سيدي، يعني بزيدش بأثرش علي. بحط هون 2 وهون 2 وهون 1 وهون 1. بحط حديدتين، بحط حديدتين، وأنا ما عندي خبرة كثير بالموضوع. حديدتين ايش؟ فاي 12 بالتالي هاي ايش لما رسم زي هيك؟ ما رسم دونتس، دقيقة دونتس
الانسايد دايميتر بدي اياه بوينت او 12، والانسايد والاوتسايد دايميتر 0. لا العكس، هاي 0 والهاي بوينت او 12. لا ليش ما رسمها دائرة مغلقة؟ ما مش مشكلة، مش عارف هو في مشكلة بالأوتوكاد أو إيش، مش مشكلة، بس نحكي دونات القطر الكبير دونات أو 12 هاي صفر مش صفر. نرسم دائرة، دائرة إيش مثلا تكون واحدة هون، طبعا مش عارف قياسات بالضبط بس أنا بدي أورجيك الفكرة، هون واحدة وعلى المقابل إلها واحدة والمقابل هون لها واحدة وهون واحدة وهون واحدة. تمام، شو بعمل هسا؟ بعمل زي ما تقول offset أو copy. وين؟ بالاتجاهات كلها، يعني لهون، أو بدي أعمل copy لهاي لوين تحتها. في مشكلة مش عارف شو هي صراحة. كوبي ممكن تروح لهون، تروح لهون، تروح لهون. الجهة الثانية نفس الشيء. وضع الثنتين كوبي من الثاني، ولو عملت مرة أسهل بس خلص الفيديو بده يطول، شو نعمل له؟ تمام، عملت زي هيك. شو بعمل؟ بعمل تريم لمين؟ للأشياء اللي بدي فيها. يعني هي هاي مثلا، هاي أنا مسحت أشياء كثير مهمة، بعمل ترم لهذول. ترم لهذول هي الفكرة مش ظابطة لأنه خمسة سياق طلع معي، يعني المفروض أقلل أزيد السبيسينج. الفكرة هي كانت كالتالي، الفكرة إنه تذكروا الرسمة هذيك، إنه أجي أرسم هون، طلع كيف؟ أرسم هون هيك، هيك وكأني أنا رسمت بيم في عليه أربع كانات، أربع كانات شو هم؟ هذول الأربعة، الخمسة، خمسة إنه عندي خمسة سياخ زي هذا كل اتجاه، يعني هو إنه مجموعهم خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تمام؟ تمام. الفكرة انه لو انا زدت يعني زدت السبيسينج، خلينا نشوف كيف. بس يعني انا لو جيت لهاي ديزاين بانشينج شير، جيت مثلا خليتها 150 وعملت اوكي، شو بده يصير معنا؟ ممكن يعلق او شيء. المهم الفكرة لسه الفيديو تقريبا راح ينتهي، يعني الفكرة اللي حبيت احكيها انه كيف نعمل دروب بانل، كيف نعمل ست ريلز. طبعا الفيديو الجاي راح يكون انا مظبط الدروب بانلز، يعني انا راح اكون مظبطهم بحيث انهم مشيكين، لانه احنا مش راح نصمم مبنى بدنا يفشل. يعني ممكن اكبر العمود هذا وخلص. ها لاحظ 6 3 كل 150، فبالتالي لو ارجع لتوكاد اعمل 6 2 ب 2 هاي ست فوت زي ما هي ست، ليش ثلاث؟ بس بدي ثلاث كانات، يعني بشيل هاي. تمام، هاي هي فكرة الستاد ريلز. يعني الفكرة انه الفيديو تقريبا خلص انتهى. هسا بصفي علينا العمود هذا، ممكن اكبر قطاعه، ممكن اكبر قطاعه وممكن احط له دروب بانل. فبالتالي هذا العمود، مع انه هو المفروض ما يصير عليه بانشينج لانه البيم مغطي، بس خلص ممكن مشكلة بالبرنامج او اشي.
فهون بنحط ايش؟ نو ما بدنا ديسبلاي. نشوف هل هو راح يعطيني النتائج ولا لا. فهيك احنا زي ما قلنا تعديل عندنا سماكة السلاب، ضفنا دروب بانلز وكاري بارز، وراح نزيد عمود بعد عمود. طبعا انتوا لاحظتوا كيف احنا بنغير ابعاد العمود. معلو ممكن انا بعمل رن قاعد. نقدر نغير العمود بدون ما نعيد الرسم عادي، بس بنعمل سيلكت. هسه بقول لكم كيف. شايف حاط عليه 1.13 1.33، فهذا ممكن اكبر قطعه واضيف له دروب بانل. المهم كيف انا مثلا لو بدي اغير ابعاد العمود هذا شو بعمل؟ بظل العمود بعمل سيلكت وبعمل اساين كولوم بروبرتيز وبغير البعد اللي بدي اياه. يعني لو بدي اجرب اعمل له كولوم وذ دروب، شوف لاحظ صارت اكستيريور. طبعا المفروض تغير القوانين او انه عادي صح بزبط. هي هيك اصلا دروب بانل تبعته. انا راح اشيك على الابعاد، راح اشيك على الابعاد، يعني ممكن هاي الابعاد خطا وفيها شيء معين، انا راح اشيك عليهم. او يعني هو بالنهايه بسبب الكود تغيرت هاي. not calculated يعني خلص بطل عليها punching معناها. هيك بكون انتهى الفيديو، ويعطيكم ألف عافية.